هذه المشاهد ليست نتيجة فيضانات نهري دجلة والفرات، وإنما هي في الأصل أنهار تكونت نتيجة سقوط أولى موجات الأمطار على العراق، حيث غرقت الشوارع العامة والفرعية، إضافة إلى تكدس المياه أصبح أمر مألوفا في السنوات الأخيرة، خاصة مع بداية كل فصل شتاء. هاي الحمد لله، شو تسوي؟ هاي ناشد الحكومة بركة الله يبلطون الشوارع يسووها، الحمد لله وشكر من مطر خوي. البارحة ما شاء الله جهان يسمحون، أقول عباك جايين بالحبانة من أنا بحال هسه شوية نزل، تلو شوف البارحة لين أنا. إحنا المواطنين يعني صبينا هاي سوينا هاي، والحكومة ماكو. قبل الانتخابات جو كردوا الشوارع سووها، قالوا راح نبلطها وعافا وناشد من الله. زين انتم اليوم كاصحاب ارزاق هاي ما تاثر على والله تاثر والله تاثر، يعني باع الشغل واقف، العمل واقف، باع الشارع كله واقف. خويا اكو خدمات بالزراعه كل شيء ماكو من العام هالسنه. زين اكل على حسابنا نسحب المي، اكل نسحبه. تنكر يجي 15000 نص تنكر اخذ. زين تنكر كم على 30000 يسحب لنا بالمنطقه. خدمات ماكو، مجاري ماكو، كل شيء ماكو بالمنطقه، اي وسائل توفير خدمات المنطقه ماكو. هاكم اهل الجبايه جوي نعزل المحلات، شمعوا المحلات ثلاث ارباعها، ياخذون من كل محل مليون. زين اذا تدون الجبايه وتدون كهرباء فلوس وتدون ما كهرباء، قاعد توفرون لنا خدمات. هسه مناطق كلها سامات كلها جاي تعاني من الفيضان، حتى فيضان مجاري. زين كلها بس انتبه انتبه، هي هاي وضعيه ويحشون بالتريونات، يحشون بالتريونات، وعندنا خنفشاريه ميزانيه خنفشاريه. هاي الخنفشاريه وينها؟ هو اقول لك هو العراق كله عامه، هو شنو الخير؟ انت اذا يريد يصوروا لك الشغلات الزينه يطلعوا لك شكو شارع بيه خير، اللي هم مستفادين من عنده يطلعوا لك اياه. خلي يطلعون هسه، خلي يجون هسه. فتجي وين امانه بغداد؟ يحشون بالميزانيات، وينهم؟ يحمل المواطنون اسباب غرق الشوارع والازقه في العراق الى تقصير الجهات المسؤوله وخروج عدد كبير من مجاري الصرف الصحي عن الخدمة، إضافة إلى عدم وجود بنى تحتية وخزانات مائية لاحتواء هذه الكميات الكبيرة من المياه. هاي بعدنا بأول مطر، منطقة بدون لا مجاري لا خدمات لا كهرباء، منطقة منكوبة. يعني هاي أول مطرة دي شوف ما يوصل للركبة، لا طفل يقدر يمشي يروح مدرسة، لا مرة تقدر تمشي، لا رجال يقدر يمشي، بحيث حتى السيارة يوصل مي للبيبان. فد مرة منطقة فد مرة تعبانة، لا خدمات لا كل شيء، وبيها يعني كثافة سكانية كلش كبيرة. يعني مو تقول بيتين ثلاثة حتى يعني يتغاضون عنها النظر، لا فد مرة يعني كثافة كلش هواية. مدارس صار لها يعني حدود السبع سنوات إلى ثمان سنوات بدأ بيها الإعمار. يعني هو الإعمار بس بناء، غير أكو تبليط، غير أكو مجاري، غير أكو كهرباء، كل شيء ماكو، صفر صفر. خدمات هنا صفر، كل شيء اشتراك. يجيب النازحه تدفع له فلوس يلا يسحب المي، يجيك ابو الكابسه تدفع له فلوس يلا يسحب المي. الحكومه وين؟ والله يعني حتى لاكو لا خدمات لا تبليط لا، والعالم هسه يعني قاعد تعاني هواي، مطالات هواي، والعالم جاي طبل المي للبيت، لا مجال لا تبليط. شوفوا لنا صوره حل، انا بدي الراديو دمرت، اللي يمشي شو يصير بيه يعني. الله يكون بعون هالعالم هاي على هالفياضه، وما نعرف بعد شو نقول، بس نقول المسؤولين خلي عينهم على العالم. وهاي رحم الله الدين. اليوم نشوف يعني معاناه كبيره. معاناه يعني جسيمه مو كبيره، يعني الطلاب، الموظفين اللي عنده عمل، وهي عالم تاذت، ارزاقها انقطعت من وراء السبب هاي الفياضه والمايات. اهمال الحكومات السابقه لملف الاستفاده القصوى من مياه الامطار، إضافة إلى عدم وجود مشاريع لتخزينها وإعادة استخدامها في أغراض ري الأراضي الزراعية وتغذية نهري دجلة والفرات، كلها عوامل أدت إلى غرق العديد من الشوارع والمباني الخدمية والسكنية داخل العاصمة بغداد وباقي المحافظات. على الحكومة الحالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة عمليات صرف الصحي وإقامة بنى تحتية مطلوبة وإجراء صيانة للتالف منها لتأمين حياة كريمة للمواطنين. من بغداد لقناة زاكروس الفضائية، علي حيدر.